السلام عليكم أعزائي المتابعين، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. أعرفكم اليوم على قنابل. ليست هذه إنما قنابل بشرية، ويمتلكون ضربات قاضية وضربات فتاكة. نبدأ بالمقطع الأول وهو في الملاكمة التايلاندية مواي تاي. هذه مقاطع في المواي تاي. ثم ننتقل الى مقاطع اخرى في المواي بوران. والسؤال، ما هو الفرق بين المواي تاي والمواي بوران؟ المواي بوران هو الفن القتالي الأصلي، والذي يمارس المواي بوران اليوم يسمى مقاتل ملتزم، لأنه التزم بالقواعد الأصلية للفن القتالي مواي بوران. ولكن المواي تاي دخلت عليه تحسينات وأضيفت إليه بعض الأشياء من الملاكمة الغربية، مثل لبس قفازات. كما تلاحظون في هذه المقاطع، مقاتل مواي بوران لا يلبس قفازات، إنما مجرد حبال تلف على اليد أثناء القتال. وفي المواي تاي القفازات، وعند المبتدئين واقي الرأس واقي القدمين إلى غير ذلك. أما هذا الفن القتالي فهو ليردريت، وتكلمت عنه في فيديو سابق. ليردريت هو الفن القتالي التايلاندي الذي يعتمد على توجيه ضربات، يعني في أماكن خطيرة قد تسبب الموت أحيانا، وذلك للقضاء على الخصم في أقل فترة زمنية ممكنة. مقاتلو ليردريت يسددون ضربات قوية إلى مناطق حساسة مثل الحنجرة والصدر، والصدغ هو المنطقة الواقعة يعني خلف العين وأمام الأذن، بين العين والأذن في هذه المنطقة، ويوجد تحت الجلد في هذه المنطقة عظم يدعى العظم الصدغي، والذي يشكل أحد عظام الجمجمة. لذلك كنت دائما أنصحكم أن تشاهدوا الفيديوهات القديمة، ففيها معلومات قيمة والعديد من المقاطع المهمة تفيد ممارس الفنون القتالية. إذن شاهدنا مقاطع لمقاتل مواي تاي، مواي بوران وليردريت. وأنتقل بكم الآن إلى كوريا ونشاهد مقاطع في التايكواندو. بصراحة مقاتل تايكواندو عنده سرعة كبيرة في الأداء، وخصوصا في الهجوم بالأرجل. إذن فتجد أن عندهم لياقة بدنية قوية، ضربات قوية بالأرجل، وأيضا ليونة كبيرة. ونحاول أن نلاحظ الاختلاف بين الفنون القتالية التي بيّنت لكم في أول فيديو وهذه الفنون القتالية، وما تجدون الأقوى والأقرب للقتال الحقيقي. كما لاحظتم في ليردريت، مواي تاي، مواي بوران، نجدها الأكثر وحشية والأكثر عنف في القتال الحقيقي. لذلك هذا جواب الأشخاص الذين يسألون عن أقوى الفنون القتالية في العالم، فجميعها تفيد في القتال الحقيقي أو قتال الشوارع، ولكن تبقى الملاكمة، الكيك بوكسينج، المواي تاي أو الرياضات التي ذكرت في هذا الفيديو هي الأقرب والأعنف، لأنها رياضة هجومية خصوصا تستعمل فيها الأيدي في القتال القريب. لكن التايكواندو المحترف يمكن أن يدافع عن نفسه في قتال الشوارع. ولكن يبقى شيء مهم أريد أن أذكره هنا، هو أنه سيحتاج مسافة ويحتاج ليونة كبيرة لأن يضرب بالرجل، خصوصا في القتال القريب. المحترف يستطيع ذلك، ولكن المبتدئ دائما يحتاج للكمات قوية للهجوم. إذا كان هذا فيما يخص هذه الحلقة،
أتمنى أن يعجبكم الفيديو، ولا تنسونا من اللايك والتعليق، وشكرا لكم من جديد، والسلام عليكم.